هلا محطتنا زينب الختامية لليوم مع صاحب حرفة تميز فيها وتميزت فيها سوريا أيضا، هي حرفة تصنيع الأوسمة والميداليات التذكارية. ضيفنا لليوم الحرفي عبد الله كوكاش اللي نفذ فكرة الوسام الخاص بالإخبارية السورية بمناسبة عيد الجيش العربي السوري. رح نتعرف منه اليوم عن تفاصيل تنفيذ هالتصميم وتفاصيل أيضا عن الأوسمة والميداليات بشكل عام. يسعد صباحك وأهلا يسعد وسهلا فيك. صباحكم، يسعد صباح الوطن أول شيء، ويسعد صباح شهدائنا اللي رووا دمهم ربوا الأرض بدمهم الطاهرة. بدنا نقول لهم الله يرحمهم، وبدنا نطلب الرحمة لجرحانا، شفاء العاجل لبواسلنا، وبدنا نوجه تهنئة من القلب للسيد الرئيس رئيس الجمهورية العربية السورية، القائد العام للجيش والقوات المسلحة الدكتور بشار الأسد بهالمناسبة اليوم 1 آب عيد الجيش العربي السوري. وإن شاء الله نحن بنضل من انتصار لانتصار، ومنقدم كل التضحيات لتضل سوريا متقدمة ومتطورة وبأحلى المراتب إن شاء الله يا رب. بداية خلينا نحكي عن الوسام الخاص بالإخبارية السورية واللي هو فكرة الإخبارية السورية طبعا، وتنفيذ حضرتك نحكي عن المراحل، كيف ثبتنا لوصل لهيك. أول شيء بشكر فريق الإخبارية اللي أنا طلبني أنه لبي هالطلب. هذا هو الشعار، جزء من حياتي أنا وجزء من الاختصاص أنا اللي مختص فيه. أنا مختص بتصنيع الأوسمة والشعارات والميداليات والدروعة، وخاصة للجيش العربي السوري مفرغ حالي أكثر شيء أنا. الوسام عبارة عن شعار لكل إنسان أنا حبيت أنه يلبسه بهالمليون والمناسبة. يمكن نحن عم نشوف هلأ مراحل يلي تم فيها تصنيع هذا الوسام يلي كان فكرة الإخبارية. هي مراحل سريعة، بس المراحل هي الحقيقية طويلة، بس الفترة اللي صارت أنه نحن استعجلنا كتير بتنفيذه لأنه كان الوقت قليل أكيد. واليوم كل مذيعي الإخبارية السورية رح يكونوا أيضا لابسين هيدا الوسام. أكيد هو وسام هو الوطن والشرف والإخلاص الخاص بالجيش العربي السوري، صح، اللي هو فكرة الإخبارية مثل ما قلنا وتنفيذ حضرتك. يعني حضرتك صممت أكثر من 2400 وسامة وميدالية، تحكي لنا كمان عن شو بيميز صناعة الأوسمة بسوريا. نعم، هلأ رقم 2400 وسام تقريبا وعمل بشكل عام، نعم، هو كان سنة 2009. هلا نحن بدنا من بعد اذنكم نعدل الرقم، نزيده طبعا. ال 2400 عمل هو كان سنة 2009 وقت انا اخذت جائزة الكواليتي، نعم، جائزة الجودة العالمية بسويسرا بجنيف بال 2009 ب 26 تشرين الثاني. عن اي وسام كان؟ شو الفكرة؟ عن شغلي عام، عن الشغل بشكل عن شغلي عام. نعم. كان لي 2400 عمل ناجح ومميز، وطبعا بعد اختبار كثير منه للاوسمه وللمواد اللي اشتغلتها بعده دول اجنبيه اخذت الجائزه. اما هلا انا بدي اخبركم انه صار عندي لل 2017 شيء 5700 عمل، يعني ما شاء الله ان شاء الله يزيدوا دوبل ودوبل. هلا بالازمه يعني الازمه كثير شجعتني انه انا اشتغل اكثر، نعم، وطور عملي اكثر، لانه انا من اول يوم بلشت الازمه اعتمدت شغلي انه سوريا بدها تنتصر ان شاء الله. اكيد وانتصرت هي. انا اخذت خط انه انا تابع بعملي، انا جندي من الخلف وجنود اللي من الامام اللي على خط النار هن بيدافعوا عنا. ما بحب انه التهي عن عملي انا واشغل بالي باشياء تانية. في مين؟ القائد الدكتور بشار الاسد هو اللي متولي امرنا، والجيش اللي اليوم عيد ميلاده بنقول له كل عام وانت بخير. اكيد هن بيتولوا الدفاع عنا ودافعوا عنا بكل شرف واخلاص. انا بروح بدافع عن سوريا بمصلحتي بمهنتي، اكيد، حتى نكون من الداخل ومن الخارج، نعم، يعني أقوياء. تابعت عملي وأنا ما وقفت ولا ساعة، ولذلك كان العمل كتير ضغط علي ونفذت كتير من الأعداد الأعمال والأوسمة.
نعم يعني الله يعطيك الصحة والقوة. خلينا نحكي عن الحرفة يلي أغلبها هو يدوي، ولكن دخلت الآلات حديثا. قديش مهمة الدقة بعمل الوسام والميدالية؟ قديش يعني الدقة هي عامل أساسي فيها؟ هلا الدقة عامل أساسي وهي عمل يدوي بحت، ولكن دخلنا الآلات. يعني ما بنقدر كمان نستغني عن الآلات. الآلات نحن بنستعملها لتسريع العمل. نعم. بالسابق من زمان ما قبل التكنولوجيا اللي صارت والكمبيوترات، كنا ننفذ العمل كله على ايدنا، نرسم على ايدنا ونحفر القالب على ايدنا كمبادئ اوليه. بس وقت صار تكنولوجيا وصار في طلب وانشهر الوسام السوري اللي صرت صنعه انا لأوسمه بسوريا، وصار عندي كمان طلبات لبرا، دخلنا المكنات دخلناها لتسريع الوقت. بس أما العمل المتناهي هو عمل اليدوي والدقة. نعم أكيد. يعني الأوسمة بما أنه لك عدد كبير من الأوسمة وأخذت جائزة عالمية عليهم، فأكيد كمان هي الحرفة لازم تعلمها وتحافظ عليها. يوم عم نشوف نموذج هو خاص بالجيش العربي السوري، قدي مثلا مثل هيك وسام ممكن ياخذ معك وقت، وقدي بده دقة وأفكار؟ أول وحدة أنا اتجهت اتجاه تاني. أنا وقت بلشت بشغل الأوسمة واجتهدت فيها ونجحت نجاح كبير متطور يعني، وسبقت الوقت اللي كان فيه، حبيت أنا لتقوم هالمصلحة هاي وهالحرفة تنتهى. فورا استندبت، أخذت ابني الأولاني الكبير البكر وعلمته الشغل. نعم. حتى دائما الحرف بيتوارثها الأبناء طبعا، حتى إذا صار شيء يكون ابني متابع فيه، حافظ على هدي، حافظ عليها، لأنه هي مهنة عالية الدقة وغير موجودة وبدها حب طبعا، عشق، بدها عشق. وهي مو موجودة عندنا لا بسوريا ولا بالشرق الأوسط. صحيح. هي موجودة ببلاد أوروبا، ودائما هو الوسام حتما بده ينجاب من سويسرا أو من فرنسا. تماما. أنا اجتهد فيها ولقيت حالي ناجح، فورا أخذت ابني كان بالمراحل الأولانية من عمره، علمته المصلحة وخليته يتابع العلم لحد معين. نعم. ونجح معي. كنا بالبدايات الشغل اليدوي هي بالتسعينات تقريبا، ب92 كان العمل يدوي. تابعنا ونجحنا وقدمنا كتير أعمال حلوة وناجحة. كمان بعد بفترة صار تطور مفاجئ، الكمبيوتر دخلت التكنولوجيا وهالأعمال الجديدة. كمان اضطريت أنه جيب ابني الثاني ونزله على التكنولوجيا وعلى كل شيء حديث. يعني قصدك التصاميم انت صرت تدخلها على على الكمبيوتر؟ هلا بالاول كنا نستعين باشخاص يصمموا ويرسموا. تماما. هلا انا حاولت ادمج كل هالمصلحه. حلو. هن بتتالف من 10 مصالح، انا حاولت ادمجهم كلياتهم بمهنتي شخصيا، واستغليتها انا بطريقه انه انا متفرغ كثير لها. نعم. كثير متفرغ وفي عشق بيني وبينها. وبعدين أنا ما عندي أي شيء تاني بيلهيني عن شغلي. No. وضميت ابني الأولاني لشغلي وضميت ابني الثاني لشغلي، صرنا بقى نقدر بأقصى سرعة نلبي طلبات الزبائن. نعم. أنا بدي منك كلمة، كونك حرفي لذاته ومتمسك بحرفيته ومهنته وعنده هذا العشق لمهنته، لكل اللي عندهم مواهب رغم ظروف الحرب، اللي عنده مهنة، اللي عنده موهبة، اللي عنده شغل، قدي الإرادة هي مطلوبة اليوم فعلا لتوصل لمراحل حتى إن كانت حرفة أو مهنة. هلا أول شيء أنا بدي أقول لهم أنه الأزمة والحرب اللي مضى علينا ما لازم يأثر على أي صناعي. نحن جنود بمعاملنا. نعم. المفروض مثل ما جنود عم تحارب على الجبهة وعم تستبسل وتستشهد، كمان نحن لازم نكون بضمن معملنا لحتى نحن نكون جنود من داخل الوطن. بقول لهم للحرفية والصناعية انه قد ما فيهم يبذلوا جهد ويتابعوا التطور ويحاولوا انه يجمعوا اكثر فكر عندهم. نحن عندنا هون ايدي عاملة كثير جيدة وعندنا افكار كثير نظيفة وكثير مبدعة. خرج نتساعد كلياتنا ونعمل اعمال كثير حلوة لحتى ما نضل نعتاز اي شيء من بريد سوريا، يصير عندنا كفئ ذاتي. وبدها شوية دوام طويل. أنا بدها إرادة.
بدها إرادة وبدها دوام طويل. يعني أنا ما بيكفيك اليوم أشتغل 6 ساعات وبدي لبي رغبة العالم كله، أنا بدي أشتغل 16 ساعة وأنا عم بشتغل 16 ساعة وبهالأزمة كلياتها ما نزل يوم دوامي ساعة عن 16. استفدت ونفذت أعمال كتير حلوة ونجحت وأخذت عدة نجاحات جديدة، وإن شاء الله منضل نحن عطول هيك منتطور. وطبعا بدي أشكر كتير جهات رسمية عامة اشتغلت لهم وهن ساعدوني كتير وشجعوني كمان. أنا العالم هي جزء من حياتي إنه تشجعني وتساعدني، وبتشكر كمان كتير في أشخاص بيساعدوني وبيكونوا معي. أكيد نوجه لهم شكر وتحية، وبدنا نتشكر وجودك معنا لليوم يلي أضفت اليوم كمان بتصميمك الحلو نكهة خاصة للحلقة. بدنا نتشكر كتير وجودك معنا. خليلي ياكي شكرا. شكرا لوجودك معنا. وأكيد ننوه سالي إنه اليوم في فيلم وثائقي أيضا عن حرفة الأوسمة طبعا لزميلتنا سلمى عودة رح ينعرض على شاشة الإخبارية السورية. ونذكر أيضا إنه اليوم كل مذيعي كل مذيعي الإخبارية السورية حيكونوا أيضا لابسين هيدا الوسام اللي هو فكرة الإخبارية وتنفيذ. حضرتك شكرا لإلك، شكرا لوجودك، شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا زينب. هلأ بختام حلقتنا لليوم